انضم إلينا من الدمام مراسلنا عبد الله الشهري. عبد الله، أهلا بك معنا. هل من تفاصيل عن التنبيه المتقدم الخاص بالمنطقة الشرقية؟ نعم زميلي حسن، أهلا بك ومساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. بالطبع زميلي حسن، الأجواء في المنطقة الشرقية وخصوصا في مدينة الدمام تشهد منذ صباح اليوم رياح متوسطة مصحوبة بأتربة مسارة، ولكن الحالة اليوم هي أقل من ما شهدته المنطقة يوم الأمس، حيث شهدت المنطقة أمس رياح شديدة مصحوبة بأتربة مسارة حدت من مدى الرؤية، والتنبيهات لا زالت مستمرة من الأرصاد بتوقعات استمرار الرياح، وأيضا هناك احتمالية كبيرة لتساقط الأمطار بإذن الله خصوصا على الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية. من جانب آخر زميلي حسن، حذرت صحة المنطقة الشرقية من موجة الغبار باتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات وإغلاق كافة المنافذ وتجنب الغبار قدر الإمكان وتقليل الخروج من المنزل. ماذا عن استعدادات الجهات المعنية وحالة التأهب كذلك؟ جميل زميلي حسن، هناك أيضا تنبيهات من الدفاع المدني، من أيضا صحة الشرقية، العديد من الجهات الحكومية حذرت، أيضا أمن الطرق المفتوحة خصوصا الطرق المفتوحة، وذلك لاحتمالية موجة غبار قادمة للمنطقة. هل من وقت محدد من قبل الجهات الخاصة بالرصد عن الساعة التي ستبدأ فيها الأتربة والغبار في المنطقة الشرقية؟ جميل زميلي حسن، لا يوجد هناك ساعة محددة حتى الآن، حيث أن التنبيهات من الأرصاد كانت منذ وقت مبكر، ولا يوجد هناك تنبيهات جديدة. في حال وجود تنبيهات جديدة سوف يتم بإذن الله التواصل معكم والتنسيق في هذه التنبيهات. شكرا، مراسلنا عبد الله الشهري من الدمام، أشكرك.